500 طن ماتوا وقلت له رحت بنفسي قلت لهم وروني ركبوني في لوكا ودخلوني وروني السمك اللي جوه بنزين قلت لهم عاملوا بنزين على حسابي اذا مفيش سمك ميت مبالغه في كل شيء في مصر فرجعنا ان تتحل بسرعه. حاضر. سرعان الميه. ايوه. ومنسوب ثابت للميه. ما هي المشكله على فكره انا كنت في مريوط اول امبارح. واتعملت زوبعه وقالوا سمك مريوط 200 طن ماتوا و300 طن ماتوا و500 طن ماتوا وقلت له رحت بنفسي قلت لهم وروني السمك اللي مات. قالوا لي خطر عليك تخش جوه قلت لهم انا بحب الخطر. ركبوني في لوكا ودخلوني وروني السمك اللي جوه. قالوا لي لا بلاش انت هندخل ناس تاني قلت له اركب يا باشمهندس واركب من عندي من الهيئه وخش معاهم دخلوا 10 متر ولفوا ورجعوا رجعتوا ليه؟ قال لك اصل احنا خفنا عليهم من المراكب تقع طب خشوا باللانش بتاعه قال لك مفيش بنزين قلت له هجيب لكم بنزين على حسابي اذا مفيش سمك ميت اذا هي مبالغه في كل شيء في مصر طب ليه ما تعمل لهمش بلاغ دول يا ريس مذكره من سعادتك كده تعمل لهم بلاغ كاذب عارف انا اقول لك ارد على حضرتك يقول لك امتص غضبهم سياسه يعني قص غضبهم الظروف مش سياسه يعني خلاص ماشي اكمل بس غصب عني بس انا ببقى محروق بس مش قادر اتكلم البلاغ جه من واحد احنا عملناه راح يطلب حاجه ما لقاش استجابه زي ما كان بيلاقي الاول رساله وصلت؟ بس طيب اكمل بس من فضلك مشروع مريوط ومندوب هيئه الثروه السمكيه نفس الاجتماع وافقوا على عوده تشغيل محطه طرمبات الصرف لوزاره الري وده احسن حل لان من يوم ما الولايه كانت بتاعت الوادي لمشروع مريوط باظت الدنيا عايزين نرجعها زي ما كانت الحاجه الثالثه بقى ضروري تفعيل يا اما الرقابه على فتح الصحراء وتحرير المخلفات او تحرير المحاضر تتفعل في الثروه السمكيه او ترجع الولايه لوزاره الري وهي اللي كانت بتعمل المحاضر. لا احنا هنعملها احنا ان شاء الله. طيب ماشي اخر حاجه اخر حاجه يا دكتور عايزين بس اللي هو المتعسرين اللي عندنا لسه الجدوله ما خلصتش. وافقنا على الجدول. انا وافقت عليهم. وافقنا على الجدول. والله وافقت على الجدول.